عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية والتوجه إلى جولة ثانية. معنا من اسطنبول المحلل السياسي المختص بالشأن التركي السيد غزوان المصري. بداية أستاذ غزوان، مرحبا بك. ترى لماذا لم تحسم نتائج الانتخابات منذ الجولة الأولى؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. ما حصل من عرس انتخابي، عرس ديمقراطي في تركيا، أعطى حقيقة وجهة نظر وأعطى مشهد لكثير من دول العالم في العرس الديمقراطي الذي قامت به تركيا. فتركيا استطاعت أولا أن تحطم بعض الأرقام القياسية كعدد الذين شاركوا في هذا التصويت الذي وصل تقريبا إلى 90%، وهي نسبة عالية جدا، وليس هناك أي حزب في العالم يستطيع ليس هناك يعني أي حزب بالعالم استطاع أن يجمع هذا العدد من المصوتين. النقطة الثانية أن الحزب الحاكم بعد 21 سنة من الحكم في تركيا ما زال يحافظ على قوته الداخلية واستطاع أن يحقق فوز أيضا في هذا الانتخاب. بعد 15 انتخاب دخل به في كل مرة كان يحقق نجاح في هذا الانتخاب، وهذا الانتخاب أيضا استطاع أن يحقق فوز في البرلمان واستطاع أن يحقق الأغلبية في البرلمان، مع العلم أن استطلاعات الرأي كلها كانت 70% منها كانت تقول أن حزب كليتشدارأولو أو تحالف كليتشدارأولو هو الذي سيفوز بالبرلمان، والرئاسة سيكون هناك يعني تسابق كبير. وكان حتى أن الأصوات عندما بدأت بفرزها خرج رئيس البلدية ليعلن، بلدية اسطنبول ولا بلدية أنقرة، ليعلن أن كليتشدارأولو قد فاز في هذه الانتخابات. إذن هذه الانتخابات حقيقة حطمت أرقام قياسية على مستوى الأحزاب وعلى مستوى الديمقراطية حول العالم. هناك كان تحدي كبير في تركيا في هذه الانتخابات، حيث أن الاستقطاب الشعبي الكبير الذي حصل في إقامة بعض التحالفات، وهذه التحالفات كان قسم منها غير متجانس أبدا كتحالف الأمة، وقد يعني أجمعت كثير من المحللين وأيضا إطلاعات الرأي أنهم كانوا هم سيفوزوا بهذه الانتخابات، ولكن النتيجة النهائية الشعب التركي قال كلمته الأخيرة، وهذه الكلمة أنه ما زال يثق بالحزب الحاكم، ما زال يثق برجب طيب أردوغان، وقد أعطاه أصواته وخاصة في مناطق الزلزال. 11 مدينة ضربها الزلزال. سوف نتحدث عن مناطق الزلزال إذا سمحت لي أستاذ غزوان المصري. فيما يخص موضوع الجولة الثانية، لنستقرئها، يا ترى هل تتوقع أن تكون بنفس درجة الحماسة للجولة الأولى؟ أي هل ستكون المنافسة شديدة أيضا؟ يعني المعارضة هنا لديها ثقة بالفوز، يعني إلى أي مدى ترى أنها ربما تصمد أمام شعبية أردوغان؟ يعني المتتبع اليوم لتصريحات المعارضة وخيبة الأمل التي مرت بهم والسكوت الطابق الذي حصل عندهم، وأنا كرأيي الشخصي يعني إعادة الانتخابات حقيقة كانت بحاجة لتهدئة الشارع التركي، لأن الشارع التركي وصل إلى استقطاب غير معهود بالسابق. يعني فلذلك الآن هذه الإعادة سوف تعطي استراحة لهذا الاستقطاب، ولعل تكون الجولة أهدأ من انتخابات برلمانية والجولة الأولى. لكن الآن المحللين و الصحف وكل السياسيين تحدثوا أن الجولة الثانية ستكون سهلة على رجب طيب أردوغان لعدة أسباب. السبب الرئيسي أن التحالف الأمة بنى استراتيجيته على تجمع لبعض الأحزاب الغير متجانسة والمتضادة، وخاصة أن الطاولة السداسية زائد واحد، هذا الحزب الذي يدعم حزب الإرهابي التجمع الإرهابي PKK تحالف معهم، وهذا سبب حقيقة بإحراج كبير لهذا التحالف. فالآن عندما تكون استطلاعات الرأي ويكون إجماع كبير قبل الانتخابات وحملة كبيرة أن تجمع الأمة سوف يفوز، وعندما تخرج النتيجة الحقيقية بأن هذه الاستطلاعات كانت غير حقيقية وأن حجم هذا التحالف
ليس حجم طبيعي، وأن التحالف مع البيكيكا أعطاهم ضرر كبير، وخاصة من الحركة القومية التي لم تصوت لهذا التحالف بسبب تحالفه مع البيكيكا. هذا سبب حقيقة بشكل كبير لتراجع، لكن الجولة الثانية سيكون المواطن المصوت الناخب سيكون أكثر وعياً، فلذلك الآن الجولة الثانية ستحسم بشكل سريع ولن يكون هناك استقطاب بهذا الشكل. أما حزب سينان، حزب سينان هو استطاع أن يجمع الأصوات التي كانت خارج أحزابها، التي لم تطمئن لأحزابها، لا للحزب القومي ولا للحزب فيما يخص الحاكم. سنان هذه الأصوات تجمعت هناك. أستاذ غزوان، فيما يخص سنان وان، يعني هل تتوقع أن يدعم أيضا، يدعم في الجولة الثانية؟ وإلى أي مدى ترى أنه ربما سيسهم في ترجيح كفة أحد المرشحين؟ يعني أولا سنان وان الذين صوتوا له هم ليس من الكتلة الصلبة التي إذا أمرهم أن يصوتوا لجهة معينة سوف يصوتوا. هم تجمع لمن لم يعجبه تحالف الجمهور وتحالف الأمة فصوتوا لسنان. يعني جميع الآن قراءات السياسية تقول بهذا الشكل، هو ليس حزب قديم، هو ليس كتلة صلبة يستطيع أن يوجهها أينما يريد. هو نعم الآن بدأ الآن يريد أن يفاوض ويريد أن يجد لنفسه مكان، لكن أظن أن يعني إعادة الجولة سوف تقسم الأصوات، سوف يعود الأصوات إلى كلا الطرفين. وأيضا هناك تفكك كبير وبدأ الآن نشاهده من يوم أمس، تفكك في تحالف الأمة. هناك كثير من الأصوات سوف أيضا تصوت للطيب أردوغان، وأنا باعتقادي أن أهم نقطة الشعب التركي الآن يريد استقرار سياسي ويريد، لا يريد الآن قلاقل. فبما أن حزب طيب أردوغان وتحالف الجمهور هو الذي فاز بالبرلمان، إذن الشعب التركي يريد استقرار، فسوف يصوت أيضا لاستمرار الحملة الانتخابية والتي يقوم بها رجب طيب أردوغان. هذه نقطة. نقطة ثانية، هناك كثير من المشاريع ينتظر الشعب التركي إكمالها، وخاصة أن الوعود التي قدمها تحالف الجمهور هي أكبر بكثير من تحالف الأمة. تحالف الأمة لم يقدم إلا إخراج اللاجئين وأيضا يعني وعود بسيطة جدا، كان أهمها هي أنهم يريدوا أن يعيدوا النظام البرلماني مرة أخرى إلى تركيا، وهذا الآن سقط تماما بعد ما فقدوا الأكثرية في البرلمان. فلذلك الآن لم يعد الناخب الآن يثق بتحالف الأمة، لذلك بعض الأصوات إما أن لا يذهبوا إلى الانتخابات أو أن يذهبوا إلى الانتخابات ويصوتوا إلى استقرار وإلى تحالف الجمهور حتى يكون هناك تكامل بين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان. هذه القراءة التي اليوم أكثر المحللين السياسيين يتحدثوا بها، لن يكون هناك صعوبة، وخاصة أن 50+1 النسبة التي يعني في الجولة الأولى هي كانت نسبة تحالف الجمهور قريبة جدا، هي نصف علامة فقط، يعني نصف نقطة كانت ممكن أن يفوز بالانتخابات. ولكن أيضا بعض المحللين يقولون أن عدم فوزه بالانتخابات بنسبة بسيطة فوق 50% وإعادة الانتخابات مرة أخرى هي بصالح حزب العدالة والتنمية وبصالح تحالف الجمهور، لأنه سوف يفوز بنسبة تقدر الآن حسب بعض المحللين، طبيعي قبل الانتخابات بيوم أو يومين تكون الصورة أوضح، يقدروها الآن ب 55% إلى 56%. هذا إذا تمت هذه النسبة وحصل تحالف الجمهور على هذه النسبة سوف يدخل البرلمان بدون أي مشاكسة وبدون أي انتقاد للنسبة التي حصل عليها. فلذلك إعادة الانتخابات أنا برأيي يعني كانت بصالح الشعب التركي وبصالح الديمقراطية التركية وبصالح تحالف الجمهور. الآن الإشكالية الآن التي بدأت الآن محاسبة تحالف الأمة على سيناريو وعلى تحالفات وعلى تجمعات لأحزاب غير متجانسة أدت إلى خسارة في البرلمان. الآن قبل أن نتحدث طبعا عن توقعاتك لما بعد فوز أحد المرشحين وتوقعاتك لما ستؤول إليه أو ستكون سياسة تركيا الخارجية والداخلية، قبل ذلك نتحدث ونتطرق
لما تفضلت به قبل قليل عن مناطق المنكوبة بالزلزال، يعني كيف سيتعامل معها المرشحان؟ نتائج الانتخابات كان بها مفاجآت، من أهم المفاجآت هي حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة عالية من الأصوات في مناطق الزلزال ما عدا مدينة ديار بكر. هذه الـ 11 ولاية حققت أرقام قياسية في دعم الحزب الحاكم ودعم تحالف الجمهور، لسبب أن الوعود التي قدمت لهم وخاصة في إعادة بناء منازلهم، وهذه نقطة مهمة في تركيا، يعني أن يعاد بناء المنزل من قبل الدولة حقيقة نقطة مهمة، ويعرفوا ويعلموا تماما أن في السابق خلال 20 سنة الماضية ما عدة زلازل حصلت في تركيا، استطاعت الحكومة أن تعيد هذه المنازل وتسلم للمواطنين منازل حديثة. وأيضا هو اهتمام بأثناء الزلزال، اهتمام من قبل الوزراء، تواجدهم بشكل كامل هناك، الحكومة متواجدة بشكل كامل، الوقوف بجانب المتضررين من الزلزال في قضية الإنقاذ وفي قضية الإيواء وفي قضية الإسكان، كل هذه النقاط يشهدها المواطن. أما تحالف الأمة لم يشاهدوه أبدا، تحالف الأمة لم يقيم ولا خيمة واحدة في مناطق الزلزال، كيف سيصوت لهم؟ فإذا هذا هو وفاء لما قدموه خلال الزلزال وما سيقدموه في المستقبل، وفاء لهم كانت هذه النتيجة التي حصل عليها تحالف الجمهور في منطقة الزلزال. نعم واضح. فيما يخص أستاذ غزوان في دقيقة لو سمحت، فيما يخص المتوقع سياسة تركيا الداخلية والخارجية في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات كيف ستكون باختصار؟ يعني لا شك أن المعارضة كان لها عدة آراء وعدة أصوات وأصوات متضاربة في قضية اللاجئين وفي قضية العلاقات مع روسيا والعلاقات مع أمريكا والعلاقات مع الدول العربية، يعني هناك تصريحات، لكن السياسة التركية أصبحت يعني مركزة بشكل كبير، واستراتيجية تركيا وخطة تركيا الاستراتيجية لا يمكن تغييرها. يعني لا يمكن أنت الآن تقول أنني سأقطع العلاقات مع الدول العربية، ويعتبر العراق هو ثالث أكبر شريك تجاري مع تركيا بعد ألمانيا وإنجلترا وروسيا تأتي العراق. العراق يعتبر سوق هام جدا، فلا يمكن أن يقبل رجال الأعمال ولا أصحاب الشركات أن تهز هذه العلاقات بين تركيا وبين العراق وبين تركيا وبين المملكة العربية السعودية وبين باقي الأسواق في الدول العربية. فإذا رجال الأعمال سيكونوا حصن كبير لاستمرار هذه العلاقات، ولن تضحي الدولة مهما كان الحكومة، أي حكومة تأتي لا يمكن أن تضحي بحجم تجارة بينهم وبين الدول العربية. أما العلاقات الاستراتيجية الخارجية، يعني التوازن الذي قامت به تركيا والتوازن الحذر بين أمريكا وبين روسيا وبين الاتحاد الأوروبي، حقيقة استطاعت تركيا أن تسير بسياسة خارجية ناجحة جدا، فلا يمكن الآن أن تتراجع عن هذه السياسة، لا يمكن أن تترك الآن لحزب للبيكيكا المنظمة الإرهابية أن تكون على الحدود التركية التي كانت دائما تنفذ عمليات داخل الأراضي التركية. إذن السياسة الخارجية لا يمكن أن التلاعب بها، تبقى السياسة الخارجية أكثر استقرارا. السياسة الاقتصادية الخارجية أيضا لا يمكن، أنا لا أرى أي تبدل مهما كانت الحكومات، لكن كل النتائج الآن تشير أن رجب طيب أردوغان سوف يفوز برئاسة الجمهورية، وهذا يعني الاستقرار الداخلي والاستقرار في العلاقات الاقتصادية والعلاقات الدولية والعلاقات السياسية. من إسطنبول المحلل السياسي المختص بالشأن التركي السيد غزوان المصري، شكرا لك.